اليوم شرفوني الجمعية التونسية لإنترنت الأشياء بدعوتي للحضور في افتتاح الدورة هذه اللي هي تجمع مئات الشباب التونسي اللي يحب يعمل مشاريع في مجال الانترنت الأشياء. الهدف من الدورة هذه اللي انطلقت الآن واللي تستمر حتى الآخر أفريل هو أنه الشباب يتلموا في مجموعات ويخدموا على مشاريع عملية في موضوع انترنت الأشياء، والمشاريع الرابحة هي اللي باش يعطيوها جوائز. ولكن أهم من الجوائز هو أنه الدورة باش تسمح من أن يعني نوصلوا إلى يعني اكتشاف مشاريع اللي ممكن تكون عندها اوبورتونيتي باش توصل الى انترناسيوناليزاسيون. ولهنا تبدا خطوه ثانيه اللي هي لاكومبانيمون ولاكسيليراسيون دي ستارت اب، يعني حتى يوليو فما دي بروجي كونكري وربما معناتها شركات تونسيه يعني تنطلق ان شاء الله للانترناسيونال.